خمس من مجموعة من الأسئلة اختبار القدرات. أوجد قياسها زائدا يا. هنا كما ترى مستقيمين يتقاطعان، هنا الزاوية ها وهنا الزاوية ها وهنا 150. طبعا المطلوب أن بنوجد قياس الها زائدا يا. بما أن هذا 150 إذا هذه شو بتكون الزاوية 150 درجة، لماذا الزوايا متقابلة بالرأس. طبعا الدائرة كما تعلم الزائد دائرة كلها 360 درجة. إذا طرحنا 150 بيعطينا 300، نطرح 300 اللي هو من 360 إذا 60، إذا بتكون ها زائدا يا بيساوي 60 درجة.